انتي وهي كلكم مرحبا بيكم في برنامجنا رحلة مش طبيعية، لنا نهبطوا تحت البحار فوق الجبال، نطيروا مع العصافير ونغرقوا مع الحيتان. في الحلقة متاع اليوم نرهانش تخلينا نكتشفوا قاع المحيط. اليوم حكايتنا تبدأ في المحيط. المحيط اللي سكنت فيه القروش 170 مليون سنة قبل حتى ما يجيوا الديناصورات. وما بين المرجان وفي قاع قاع البحار يعيش برشا حوت، منهم حوتة اسمها محسن. محسن أصله راطة، يعيش مع عائلته أم وأبوه وأخت أخوه، يعيشوا على ضفاف البحر الأبيض المتوسط ما بين الحجرات وجيرانه كعبة كروفيت على طرف سرطانات. ذيك علاش باش نكلموا صحفيتنا تحت البحار نور. يقول العلماء اللي القاروس والوراطة اللي هي زادة نقولها دوغات ولا نقولها ورقة، ينجموا ينقصوا بنسبة 40% في البحر الأبيض المتوسط. أشهر الأخرانين مش كيما كل شهر، الماء في الصيف ولا يسخن برشا. ومن اللي كان محسن هو وعائلته يحبوا يعديوا العام كل في بلاصة واحدة، ولاو يخموا باش ينقلوا. كي يسخن الماء يأثر على وجود برشا حيوانات. إجا ناخذوا إكزامبل متاع السردينة مثلا، اللي وجود السردينة في ماء سخون ينجم يأثر لها على سيكل متاع التكاثر متاعها، معناه سيكل دو ريبرودكسيون متاعها، وإلا حتى لي كومبورتمون متاعها كيفاش الحوتة تتصرف. وبداو رحلتهم في المحيط. لخاطر الماء كما نقولوا ينجم يرهوجها، يدخل لها مخها في بعضه، الحوتة ما عادش تنجم تتعامل كما كانت في المحيط متاعها، تنجم تكون تولي تتاكي حوت اخرين، دوك تولي عدوانية، تنجم تكون غير قادرة انها تتكاثر بسبب انه الماء سخن. وهذا بيان سور باش يأدي انه النوع هذاك ينقص ويأثر على اختلال التوازن البيئي المربوط بالحوتة هذيك. وهما في الثنية عرضهم قنديل البحر اللي اكتشفوا انه لا عنده لا عينين لا مخ لا جهاز تنفسي ولا جهاز هضمي. استغربوا، في هذا كيش عايش هذا؟ يا اخي قال لهم راني انا نتنفس من الماء اللي داخل جلدتي. وهم ماشيين كيكا عرضهم دلفين، هما مغمض عينه حل عين. ياخي مشيو حبوا يسألوه علاش، قال لهم اللي هو كان راقد اما بعين واحدة، على خاطر كيبدا راقد نص مخه كهو يرقد ونص الاخر يقعد فايق. غير متوقع انه يتعامل مع التغيرات هذه، معناها كي تجي حوت جديده ولا ينقص الحوت مانيش محضرين رواحنا للنهار هذاك. عندنا عشرات السنين البحار الكل يستعملوا في نفس ادوات معناها تقنيات الصيد، فما بالك انه يجي نهار يجي حوتة اخرى اللي هو ما يعرفش يتعامل معها وما يعرفش كيفاش يصطادها واش لاشني باش يعمل بها. وخاصة فما برشا أنواع توا قاعدين نشوفوهم في المرشي اللي هما مهمش في عاداتنا الغذائية، يعني ما نعرفوش نطيبوهم، ما نعرفوش نكلوهم، ما نعرفوش اسكو الحوت هذيك تتاكل ولا لا. وصلوا توا للمحيط، أما لقوه معبي معبي معبي، تقولش عليه محطة بيبو عليهم.
معش بش يكون بكمية عادلة بين البلدان الكل، فما أنواع بش تزيد وفما أنواع بش تنقص. بالطبيعة كي يزيد الحوت في منطقة معينة، المنطقة هذه تكون غير قادرة إنها تتأقلم مع زيادة الحوت، هذا بش يأثر على برشا أنواع أخرين موجودين. كيف بش ينقص الحوت، هذا بش يأثر على وجود أنواع أخرى اللي هي يعتمد وجودها على وجود الأنواع اللي الأصلية اللي غاديك. هما ماشيين تعديوا على مدينة خليو قفار ما فيها حتى حوت، مو وحشة مش بها هكا خي وين مشي الحوت. نوك عنا التغيرات المناخية، فما كيف التلوث، برشا تلوث غادي نشوفو فيه في بحوراتنا من الانسان ومن العبيد، معناها اللي طايش ديريكتومون في البحر، والعبيد اللي طايش ابروكسيميتي من البحر وبعد البحر يهز على بعضه. وزيدا كيف عنا الصيد العشوائي، انه لهنا عنا ازمه متاع عدم احترام القوانين متاع الصيد والراحه البيولوجيه. في محوطات اللي لازمهم يرتاحوا اشهره مش ينجموا يتكاثروا باش ينجموا نعاودوا نلقاو محصول متاع اسماك ولا متاع اي نوع بحري في البحر متاعنا. للاسف العبيد مش قاعده تحترم، وبعض الناس العبيد هذوما يجيو يقولوا شبينا ما عاش فما الحوت، شبي الحوت غالي خاطر بيان سور كي ينقص النوع دونك السوم باش يزيد. توا محسن حتى كانوا بعيد شويه خير، حياته تحسنت وعلى قليله عايش مع عيلته ما خسر حد منهم، اما ما يعرفش على روحه وقته تبدل الامور ويرجع يعيش في نفس الخطر اللي كان يعيش فيه من الاول، ويسخن المحيط كيما سخن البحر.